السلام عليكم. كما وعدناكم اليوم نروح نشوفوا بعض الأجزاء اللي ما شفناهاش من قبل من منطقة تحي الأعمال في باب الزوار، وسوف نرصد لكم الشيء الجديد. وهنا نشوف في الأفق مقر الصندوق الوطني للسكن على اليمين، وعلى اليسار البنك، مقر البنك الخارجي الجزائري. هنا عندنا على اليمين مقر موبيليس، ثم بالأبيض والأسود عندنا مقر بي ان بي باريبا، وهنا عندنا الأشغال تاع الطريق الجديد أو المخرج أو المدخل الجديد لمنطقة حي الأعمال. هنا عندنا مدخل قيد الأشغال. سوف نمر من تحت ونعاود نرجع، لأني نروح نشوف مقر بريد الجزائر باش نستخرج، نشوف إذا عندهم دراهم في الصراف خارجي، نخرجوا دراهم بلا كارت مانيتيك. إذا نشوف مقر بريد الجزائر هنا، نشوف نحاول نخرج دراهم 400,000 راهي في الكونت، نروح نخرجها. هنا نشوف هنا الناس راهي تخرج في دراهم، لكن مشكل تاع ستاسيونمون، مشكل تاع ستاسيونمون. مشكل بروبليم تاع ستاسيون. المنطقة هذه تاع حي باب الزوار الأعمال لازم لها يخصها باركينج، يخصها أن غران باركينج، لازم لها أن غران باركينج. خاصة للناس اللي تشتغل، اللي تشتغل هنا راهي يعني تستاسيوني تقاري برا وتغلق الطريق كاع، لازم باركينج. إذن هنا عندنا المقر نتاع كابي جي ام بالأزرق اللي تابع لشركة استيراد وتصدير. إذن بالأزرق عندنا المقر تاع كابي جي ام، وموراه عندنا مقر تاع شركة اس ا ا، شركة التأمين الجزائرية اس ا ا، شركة اس ا ا. هنا عندنا فندق سوفيتال او نوفوتيل، فندق نوفوتيل
اللي راه الاشغال يعني كان راهي حابسه في الوقت الراهن قدام شركه فندق نوفو هوتيل، وهنا شركه اس ا ا، ثم هنا نروح الى مقر البنك الوطني الجزائري. لا لا، مقر البنك الوطني الجزائري. عندنا المقر تاع البنك الوطني الجزائري، ثم هنا عندنا المقر تاع البنك الخارجي الجزائري BEA، وهذا مرجع القرض الشعبي الوطني سيفيا، مازال ما خرجش. إذن هنا عندنا مقر تاع البنك الخارجي الجزائري. هذا المقر البنك الخارجي. وهنا نعود الى الصندوق الوطني للسكن، مقر الصندوق الوطني للسكن. هنا مقر البنك الوطني للسكن. هذا دائما نقول البنك الوطني والان نشوف المقر الجديد اللي الخطوط الجويه الجزائريه، نشوف الاشغال راه يعني تقرب من النهايه نتاعها. لاحظ انه تم نزع السياج تاع الورشه ووضع سياج جديد. اذا وضع سياج نتاع الشركه. وهذه هنا عندنا منطقه لركن السيارات. هذا هو تم نزع السياج وتغييره بسياج آخر. Thank you.
نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.